استولى إلى الصين. تعالوا نشوف الحكاية دي كلها وتفاصيل أكتر من سيد عادل أبو النصر الرئيس السابق لاتحاد تنس الطاولة والرئيس الشرفي لاتحاد تنس الطاولة وأحد رجال الرياضة المصريين اللي هم أسهموا في صناعة الرياضة المصرية. مساء الخير يا فندم. يا مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ إيه يعني تنس الطاولة بقت هي دلوقتي خلاص بقت يعني عايزين كأنها تدخل وزارة الخارجية، ده المفروض ندخلها وزارة الخارجية. هي صاحبة الدبلوماسية الرياضية. آه. وبعدين هي طبعا زي حضرتك أنت مغطي كل حاجة. هي مغطية الموضوع بتاع أمريكا والصين قبل كده. بمبادرة طبعا من هنري كيسنجر قبل كده سنة 71، والنهارده ده تقريبا حاجة زيها. إن النهارده في دور الثمانية لبطولة العالم تنس الطاولة اللي مقامة في هالمستاد في السويد، الفريقين نزلوا أرض الملعب وراحوا على الحكم قبل بداية المباراة وقالوا له إن إحنا مش هنلعب ضد بعض، إحنا عاوزين نلعب بفريق واحد. فالحكم طبعا مش سلطته، فقال لهم لازم ارجع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علشان يقرر حاجه زي كده. طبعا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي احنا لنا فيه عضو بارز اللي هو نائب رئيس الاتحاد الدولي علاء مشرف، الدكتور علاء مشرف. نعم. اجتمع مجلس المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي واقر بان هو ممكن، لان الاتحاد يعني المكتب التنفيذي هو اللي بيقر والمنوط به بانه يقر كل ما يخص قواعد اللعبه. واقروا ذلك، وبالفعل لعبوا الاثنين بفريق واحد ضد اليابان، بس هم خسروا عن 3-0. ولكن كان يعني ارسوا مبدا جميل جدا بيؤكد ان الرياضه مش بس رياضه، ولكن هي الرياضه بتدعم وتنشر السلام ما بين الشعوب وكده. ولكن طبعا انت اضفت لي حاجه جميله، ان تنس الطاوله هي رياضه الدبلوماسيه يعني. هو يعني حاجه جديده وحاجه كويسه وخبر سار الحقيقه يعني. طيب اللي انا عايز اقوله ان في تنس الطاوله البعض يتصور ان هي رياضه يعني بتاعه الناس المرفهه، يعني تنس الطاوله بيبذل فيها مجهود كبير جدا. عادل بيه تقدر تقول لي ان اللاعب في المباراه تقريبا اللاعب بيعمل قد ايه؟ تنس الطاوله دي اكتر لعبه عاوزه توافق ما بين عضلي وذهني، لان انت بتتصرف في اجزاء من الثانيه قدام واحد بتشتغل، انت بتخلص الماتش عامل على الاقل 20 كيلو. يعني بتعمل فيها مجهود كبير قوي رغم ان هو تحرك حوالين طبيعي. وطبعا توافق البدني وعايزه كمان ثبات انفعالي رهيب جدا، ازاي تحافظ على اعصابك. ايوه بالظبط، عاوز اعصاب بقى جامده جدا جدا، لان لو اتهزيت ضاع منك، لان انت بتلعب باسرع كوره في الدنيا. يعني اسرع كوره طبعا هو الناس اللي هم يعني بيلعبوها على المستوى التسليه ما بيفهموهاش القصه دي، لكن الناس اللي بيلعبوها بالوضع الاحترافي انت عارف حضرتك بيبقى شكل السرعه بتاعت الكوره ايه وازاي ان هو بيتصرف ذهنيا في بضع من الثانيه يعني. فلا طبعا دي لعبه بتحتاج لمجهود جامد جدا جدا. طيب فانا سعيد جدا بالاتصال بتاع حضرتك ده، لان انا عارف انت قيمه شكرا يعني اعلاميه رياضيه سياسيه يعني. شكرا يا فندم، عارفين طول عمرك يعني. شكرا يا فندم، انا المتشكر. شكرا يا فندم، الف شكر. السيد عادل ابو النصر رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله الاطبق، الرئيس الشرفي لاتحاد تنس الطاوله.